السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أحبائي الصغار اليوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020 مع مادة اللغة العربية للمستوى الثاني ومع مكون القراءة الوحدة السادسة الأسبوع الأول ومع مجالنا الجديد مجال الحفلات والأعياد. إذن لنتعرف على أهداف الدرس: أن يتمكن التلميذ من قراءة كلمات متواترة أو لا يتوافق نطقها مع رسمها بسرعة مع تمثل المعنى، قراءة نص الفرسان قراءة مشتركة، اكتشاف موضوع النص بعد القراءة وبناء التوقعات والتحقق منها. قبل أن نبدأ بالنص الوظيفي، نستهل حصتنا كما العادة بوضعية الانطلاق التي نقرأ فيها الكلمات البصرية والقراءة المشتركة. نبدأ بقراءة الكلمات البصرية. إذن كما تعودنا دائما أقرأ أنا الكلمات وأنتم تستمعون جيدا، بعدها سوف أقرأ أنا وأنتم، وبعد ذلك تقرؤون أنتم الكلمات قراءة فردية. لأبدأ: بينما، حينما، لما، وسط، فوق، أصبح. الآن أنا وأنتم: بينما، حينما، لما، وسط، فوق، أصبح. الآن ستقومون أنتم بقراءة هذه الكلمات قراءة فردية وقراءة جيدة. الآن نمر إلى القراءة المشتركة ومع نص جديد: يلبس الفرسان أجمل الألبسة التقليدية ويضعون على ظهور جيادهم سروج المطرزة ويركبونها حاملين بنادقهم التي يتنافسون في إطلاق بارودها دفعة واحدة. إذا سأعيد القراءة أنا وأنتم، قرأوا معي أعزائي الصغار: يلبس الفرسان أجمل الألبسة التقليدية ويضعون على ظهور جيادهم السروج المطرزة ويركبونها حاملين بنادقهم التي يتنافسون في إطلاق بارودها دفعة واحدة. إذا ستقومون الآن بقراءة النص قراءة جيدة صفحة 137. إذن من منكم أعزائي التلاميذ يعرف بعض الحفلات التي نحتفل بها؟ نعم، هناك بعض الحفلات. مثل ماذا؟ أجل، حفلات أعياد الميلاد، الحفلات المدرسية، حفلات الزفاف، وحفلات المولود الجديد أو ما نطلق عليه باسم العقيقة. نعم، إذن لنكتشف موضوع درسنا لهذا اليوم: عرس في قرية. عرس في قرية أي عرس يعني الزفاف، حفل الزفاف، لأن العرس حفلة من الحفلات التي نقيمها. لاحظوا معي الصورة، ماذا تشاهدون في الصورة؟ أجل، هناك عروس ومجموعة من النساء أو الفتيات ملتفات حولها. ماذا تفعل هذه النساء؟ النساء يزغردن. يزغردن لماذا؟ لأنهن فرحات بالعروس. إذن أين أقيم هذا العرس؟ لاحظوا العنوان. نعم، أقيم هذا العرس في القرية. إذن هل هناك علاقة بين هذا العنوان والنص؟ نعم، هناك علاقة بين العنوان والصورة. إذن في رأيكم حول ماذا سيتحدث هذا النص؟ خذوا ورقة وسجلوا عليها توقعاتكم. نمر لبعض التوقعات. هل سيتحدث النص عن حفل زفاف في القرية، عن نساء يحتفلن مع بعضهن، عن الاحتفال بالعيد، عن الاحتفال بعرس في القرية؟ لكي نتأكد من هذه التوقعات هل هي صحيحة أم لا،
سوف أقوم برق قراءة النص وأنتم استمعوا جيدا. عرس في قرية. تلقينا دعوة من عمتي لحضور حفل زفاف ابنتها، ومما زاد في فرحتنا أننا سنسافر إلى القرية لمشاركة أهلنا وأقاربنا هذا العرس الجميل الذي سيقام في الهواء الطلق تحت الخيام. شرعنا في الاستعداد لهذا العرس، فأقبل أبي وأمي مساء محملين بملابس جديدة لنا وبهدية ستقدم للعروس. سافرنا إلى القرية فرحين مسرورين لحضور عرس قروي بهيج تتمازج فيه زغاريد النساء مع الأغاني الشعبية والرقصات الفولكلورية وألعاب الفروسية التقليدية وطلقات البارود. أعيد الاستماع للنص أعزائي التلاميذ، وسوف تقومون بقراءته صفحة 138 قراءة جيدة مع احترام علامات الترقيم ومخارج الحروف. قبل أن نمر للتحقق من التوقعات، سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة لمعرفة مدى تمكنكم من فهم النص. ممن تلقى الكاتب الدعوة؟ تلقى الكاتب الدعوة من عمته، نعم. لماذا؟ لحضور حفل زفاف ابنتها. أين أقيم هذا العرس؟ أقيم العرس في القرية. من سافر إلى القرية؟ أجل الكاتب وأسرته، نعم. الآن نمر إلى التوقعات لتحقق منها. لأن قلنا بداية سيتحدث النص عن حفل زفاف في القرية، هل تحدث النص عن ذلك؟ أجل، إذن هذا التوقع صحيح. عن نساء يحتفلن مع بعضهن، هل تحدث النص عن النساء يحتفلن مع بعضهن فقط؟ إذن لا، فهذا التوقع خاطئ. سيتحدث نص عن الاحتفال بالعيد، إذن هذا أيضا توقع خاطئ. سيتحدث نص عن الاحتفال بعرس في القرية، أجل إنه توقع صحيح. الآن سوف أحذف التوقعات الخاطئة وأترك فقط التوقعات الصحيحة. أنتم أيضا أعزائي التلاميذ قوموا بحذف التوقعات الخاطئة، اتركوا فقط التوقعات الصحيحة. وبهذا نكون قد أنهينا حصة القراءة لهذا اليوم، والآن سنمر لتصحيح الأنشطة التي كلفتم بها في نص الذئب والعنزة. أولا أغني معجمي، ألون الكلمة ومعناها باللون نفسه. إذن الكلمة الأولى الانقضاض. ما معنى الانقضاض؟ الانقضاض على الفريسة، أجل الارتماء. الارتماء. جزعا. جزعا معناها خوفا. السؤال الثاني كان يقول: أكون بالحروف كلمات توجد في النص. الكلمة الأولى هي بخاطري، جالت بخاطري. الكلمة الثانية استدراجها. الكلمة الثالثة والأخيرة شكرا. نمر لأنشطة الاستثمار لتصحيحها. أستخرج من النص عبارة تظهر مكر الذئب. إذن في النص صفحة 131 نص الذئب والعنزة، هناك عبارة تظهر مكر الذئب، ما هي؟ هل استطعتم استخراجها؟ أجل إنها قرر استدراجها. قرر استدراجها أي قرر الذئب أن يخدع النعجة لكي تنزل عنده. ثانيا عبارة تظهر ذكاء العنزة، ما هي هذه العبارة؟
نعم، لكن نواياك السيئة جالت بخاطري. إذن هذه العبارة تظهر ذكاء العنزة وفطنتها للمكيدة التي يكيدها لها الذئب. أصل بخط شخصيات النص، هل هي شخصيات آدمية أم شخصيات حيوانية؟ إذن الذئب والعنزة من الحيوانات، إذا شخصيات النص هي شخصيات حيوانية. وأخيرا، أفترض أن العنزة اقتنعت بكلام الذئب ونزلت، وأتخيل ما سيحدث. إذن ماذا كان سيحدث لو سمعت العنزة كلام الذئب؟ أجل، كان الذئب سيفترسها ويأكلها. وبهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم، وإلى حصة أخرى بإذن الله. شكرا على حسن تتبعكم.